هاي وزويز، وحشتوني قوي، واهلا بكم في فيديو جديد على قناه ميمو جورج. قبل ما نبدا الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وكومنت، وعلى اخر الفيديو لو الفيديو كان عجبكم ما تنسوش تعملوا شير للفيديو. قالوا لي ان انا وصلني باكج. من فين؟ من شي ان. سو دي اول تجربه ليا مع شي ان. خلينا نشوف. استنى احط الكاميرا على ترايبود. اوكي خلينا نشوف. متلصم. استنى اجيب مقص. فيديو النهارده عن موقع شي ان. اكتر اونلاين ستور اتسالت عنه كان موقع شي ان. بصراحه انا ولا مره اشتريت من عندهم. سو الفيديو ده هيكون اول اكسبيرينس ليا مع موقع شي ان، واول تجربه ليا معاهم. اي دونت نو وات تو اكسبكت. سمعت كتير قوي عن ناس اشتروا من الموقع ده، ولقيت ان هما الاكسبيرينس بتاعهم كان حلو جدا، وكان عجبهم الاوتفيتس اللي عندهم. شي ان لما دخلت عندهم لقيت عندهم قطع ترندي جدا وحاجات معاصره الموضه، يعني هما they are up to date with fashion. واللبس يناسب جميع الاذواق، في اللبس اللي هو الكونزرفاتيف، وفي اللبس اللي هو المعاصر الاوبن. بصراحه الموقع عجبني جدا، فاخترت قطع كتير قوي ما قدرتش امسك نفسي عنها. النهارده وصلاني كل القطع دي، تعالوا نجربهم ونشوف مع بعض الموقع is it worth it or not. اوكي okay so that is the first outfit, the bell bottom pant. It's very nice, very stretchy, so I'm really loving it. We'll top that very trendy عامل كأنه style bandana. okay الpants، البنطلون مقاسه medium، التوب مقاسه large. الجينز ده انا لسه ما قستوش. الجينز ده مفتوح من الجنبين، هو high waist مفتوح من الجنب ده ومن الجنب ده. وبعدين عندنا البانس ده، دول كارجو بانس بس هاف وهاف، يعني ده نصه ابيض من قدام والنص التاني اسود من ورا. so they're very nice. برضو الاثنين دول سايز ميديوم، بس دول مش ستريتشي، يعني دول القماش بتاعهم ما فيهوش ستريتشينس. اوكي خلونا نروح للاوتفيت نمبر 2. ده كان الرقم واحد، عجبني جدا الكاو برنت، بالذات كمان الكاو برنت very trendy، زائد انه ستايل باندانا ف they're so so cute. بنطلون كامفي زيادة عن اللزوم، so comfortable، وكمان الفيت رائع، يعني كأنه معمول على جسمي، so it's perfect. I love it. I am shocked by the quality. بصراحة اتصدمت من الكواليتي قد ما هو حلو. اوكي بصوا يا زويز، انا حاولت البس البنطلون بس ما دخلش فيا، عشان زي ما قلت لكم ما كانش ستريتش، فانا عندي جنابي اكبر شوية من مامي، فدخل في مامي جميل جدا، فقلت اصوره لكم شكله ازاي. زي ما انتم شايفين في الفتحة من هنا، فجميل جدا جدا، ترندي قوي، ممكن مع كاب ومع كوتشي، so it is very very nice. فهو ده البنطلون. انا جبت خلصتيني يا مريم. حاضر. so ده البنطلون كده على مامي. اوكي so مبروك عليك يا مامي، انا ما ينفعش معايا. جميل جدا 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 بصراحه. صحته انا قمت بالسرير تقيسه فلقيته حلو جدا عليها. اوكي سو ايه رايك في الكواليتي يا ماما؟ حلو بس عايزه اروح انام. طيب اوكي انا ترجيت مامي انها تقيس التاني ده، برده ما رضيش يخش عليا، ده مقاس ميديوم زي ما قلت لكم، علشان هو مش ستريتش. مامي اصغر مني كده، جسمها بنوتي اكتر مني، فكل الحاجه بتخش مقاسها هي، ما تجيش مقاسي انا. ماما ايه رايك في الموقع بتاع شي ان؟ الكواليتي بتاعهم ايه؟ لا بجد حلو قوي. ممكن يعني ممكن تطلبوا من عندهم؟ اه لا ده جميل بصراحه، البنطلونين حلوين قوي. اوكي شي ان يعني. ايوه شي ان اسمه، اول مره اشوف اسم شي ان. حاجه لفتت نظري وانتباهي يعني في الموقع ده، عجبني جدا الباكجينج بتاع عجبني جدا الباكجينج بتاعهم. اتس فيري نايس، يعني الحاجه كده بتوصل مترتبه حلو، والكيس بتاعها حلو. على فكره ده ممكن تستعملوه في اي حاجه، يعني انا ممكن احط فيه البواريك بتاعتي مثلا، انا ما بستعملهاش. اتس فيري نايس، كواليتي حلو، يعني حتى صارفين في الباكجينج بتاعهم.
اوكي نقيس البنطلون ده. اتس نوت ستريتشي، ربنا يستر، ممكن يبقى من نصيب مامي برضو. اوكي ده الشورت التاني يا جماعه، بصوا هاي ويست ازاي، جميل جدا جدا. احنا اليوم التاني دلوقتي، استنيت بقى مامي تنام وتصحى وتصور لي. اوكي بص الشورت جميل ازاي، انا بس مشكلتي مع ان هو مش ستريتش، فده من الدنم اللي هو ماسك نفسه فما نفعش معايا. بصوا جميل جدا ازاي، الكات بتاعه رهيب. اوكي ده البنطلون الرابع اللي مامي قاستهولي وبرده ما جاش فيا. بصوا ترندي ازاي، شيك قوي قوي قوي، جميل جدا جدا جدا. برده مشكلته معايا ان هو اتس نوت ستريتشي، برده من تحت اللي هو الستايل اللي هو البيل بوتمز. اتس فيري بريتي، اي لاف ات، جميل قوي عليك يا مامي. ثانك يو، كل حاجه حلوه عليك اصلا. عشانينه حلوه. ايوه طبعا انتي امرايا. جميل جدا. امشي؟ اه تقدري تمشي. ماي موديل. اوكي سو ذس از ذا سكند اوتفيت، ات از سو كيوت بصراحه. البنطلون الليجنج اتس لايك فيري فيري ستريتشي، فيري كومفورتبل وفيري ترندي، بموت في الحاجه اللي عليها باترفلايز دي. وبعدين دلوقتي انا طبعا مش مطقمهم على بعض بس حاسسهم كيوت يعني البسه لكم. وبعدين التوب ده برضو من عندهم، الضوافر بتاعتي اتكسرت ما حدش يتريق عليها لان كنت بحاول البس بنطلون اللي انا لبسته لمامي وجيت البسه الضوافر فكت. لانه كان فيري تايت عندي، انا مشكله عندي هنا في الجناب بتاعتي، فمامي ما عندهاش جناب زيي وجسمها اقل مني، فاللبس بيجي عليها اظبط مني بشويه. سو هو انا وهي بنلبس مع بعض، بس الحاجه اللي ستريتش بتمشي معايا اكتر، الحاجه اللي ماسكه نفسها دي ما فيهاش ستريتش وراحه وكده تنفع مامي. سو انيويز اوكي سو ده الاوتفيت التاني. انا بصراحه عجبني جدا جدا التوب، اميزنج بصراحه، توب رائع. انا ما بحبش التوب اللي بيبقى مفندق قوي، فده اللي هو مش مبيني ضخمة من فوق في نفس الوقت مبين الشيب بتاع جسمي، so it's perfect. وانا بفكر بصراحة اجيب كل الالوان بتاعته، لان انا عندي مشكلة ان انا الاقي توبس تناسبني، لان انا من فوق يعني صدر كبير شوية، فما بعرفش الاقي تي شيرتس تناسبني. والمشكلة ان في تيشيرتات بقى بتبقى اوفر قوي وما بعرفش البسها، بتبقى على حد تاني كيوت وانا اجي البسها تبقى اوفر، so ما بعرفش البسها. وفي نفس الوقت لما اجي البس حاجه واسعه، توب واسع بينزل على نفس مستوى صدري، فبيبان كاني واحده تخينه، فصعب ان انا الاقي حاجه تبين ان انا جسمي رفنة وفي نفس الوقت تلم شكلي من فوق. سو لما شفت التوب ده بصراحه قلت ممكن يجي منه، ففعلا لما لبسته انبسطت جدا. وبصراحه هروح اجيب كل الالوان، لان زي ما قلت لكم عندي مشكله في ان انا الاقي توبس تناسبني. سو التوب ده والتوب اللي فات، اللي كان كاو برنت ده، هجيب كل الوانهم بصراحه. انا ما بصدق الاقي توب يناسبني وما يكونش اوفر من فوق ومفتوح قوي من فوق وفي نفس الوقت يديني الشيب بتاع جسمي. سو ذس واز توب، سو ذس واز اوتفيت نمبر 2. خلونا نشوف اوتفيت نمبر 3. بنطلونين تانيين ما دخلوش فيا برده، فمش هعرف البسهم لمامي دلوقتي، لما تصحى ان شاء الله بقيسهم لها. وهبقى اضطر بقى اجيب منهم لارج. ده برضو ميديوم بس دخل فيا علشان ستريتشي، انما التانيين برضو مش ستريتشي فمش راضيين يخشوا فيا. هلبس لكم توب تاني، بس انا عجبني التوب مع الشورتس دول، جمال جدا بصراحه، عجبني قوي الكات اللي هنا اللي عند الشورتس من ناحيه الركبه، فحلوه جدا مع كوتشي كده يبقى فيري كيوت. ودي دينم هات برضو، باكيت هات من عندهم، مش عارفه البسها دلوقتي عشان القطتين اللي انا عاملاهم، بس it's super nice. I love it. I love the quality. Anyway, so this is I'm so happy دخل فيا. بصراحه متضايقه جدا ان البنطلونات مش ستريتشي بصراحه، فدي الحاجه الوحيده اللي انا متضايقه فيها في شيء انه they're not stretchy، ان التلات ارباع الجينز اللي عندهم they're not stretchy. فانا لو خدت بالي من الموضوع ده كنت طلبت مثلا لارج او اكس لارج، لان في قطع اللارج مش هتنفع معايا وفي قطع تنفع معايا اللارج، فعلى حسب القطعه وعلى حسب الكات بتاعها. سو ده مش ستريتشي قوي يعني، ده نص ستريتش. اول بنطلون لبسته اللي هو كان البيل بوتمز دول، ده كان سوبر ستريتشي يعني، ده ستريتشي على الاخر يعني، ستريتشي ستريتش، فبجد بيروح ويجي معاكي، انما ده نص ستريتش، فعشان كده كنت خايفه حتى
كنت خايفه دلوقتي وانا بقيس ده، قلت ممكن ما يجيش عليا وممكن ما يدخلش، بس لقيته لا دخل الحمد لله. اوكي سو ده تقريبا الطقم الثالث. I lost count. تقريبا الثالث او الرابع مش فاكره. anyways البنطلون رائع. البنطلون it is suede يعني شموان وماش الفيلفت كده. so it's so pretty, very gypsy vibes يعني تحفه بجد. بحب قوي الستارز والمون اللي هو الهوروسكوبس بقى والجو ده. so I love it, I love it, it's so gypsy. التوب برضو اللي هو نظام الباندانا it's so so cute and super trendy. اوكي ده الطقم الاخير. this is a cow print outfit. التوب برضو جميل جدا. التوب ده هو التوب ده هو هو نفس التوب ده اللي انا كنت لابساه تاني طقم تقريبا. so نفس الستايل. فانا كنت حابه اجيب اللي هو ده اللي عليه ورد وهنا اللي عليه animal print. so بيرخمني من ورا الكاميرا. anyway so ده برضو انا بحب قوي الكاو برينت، بحب الزيبرا. ففي برضو عندي توب تاني برضو من شي ان لسه جايه لي النهارده، برضو لسه جايبه برضو النهارده. اوكي يعني بصوا انا جايبه الانيمال برينت لان انا بعشق الانيمال برينت من قبل ما يرجع موضه تاني، وانا اساسا بحب قوي الانيمال برينت من صغري. لو شفت صوري على الانستغرام هتلاقيني من وانا صغيره انا بلبس زيبرا برينت وكاو برينت. اي لاف ات. anyway so التوب ده برضو زيبرا برينت. اي لاف ات، اتس سو كيوت. برضو ستايل اللي هو مثلث من تحت كده زي كانك رابطه بندانا او حاجه. سو اتس سو نايس. سو لسه هبقى اطقمه برضو دلوقتي. سو اي لاف ذيس البنطلون ده برضو بيل بوتمز ليجينج برضو فمريح قطن. سو اتس سوبر كيوت، اتس سوبر كومفي. اي لاف ات، اي لاف ذا فيت، اي لاف ذا اوتفيت، ذا كومبليت اوتفيت. سو حتى ممكن يتفهم كانه جامب سوت ساعات على حسب الزاويه اللي انت بتتصوري منها او واقفه فيها. سو اتس سو كيوت. اوكي سو ده الطقم الاخير. دي جوب ليذر جلد، جميله جدا، كواليتي بتاعها حلو قوي. انا كنت عايزه اللي هو السكول جيرل اوتفيت ده، وطلبت الهودي اللي هي دي اللي هي بس كانت مكتوب عليها نيويورك تقريبا او حاجه كده، بس كانت اوت اوف ستوك للاسف. جالي بس الشميس، يعني ده الشميس عادي ابيض اوكي، وطلبت الجوب وطلبت الهودي، بس للاسف الهودي كانت اوت اوف ستوك. سو استلفت دي من اخويا ولبستها بس علشان الفيديو، علشان you know to get an idea of الاوتفيت نفسها عباره عن ايه، اللي هو السكول جيرل بليت سكيرت يعني دي الجوب البليتد والشميس، والمفروض الهودي اللي هي عليها سكويرز او بليد او هاوند ستوت that can go with all this. so it's very cute, very comfortable, very Pinterest يعني style Pinterest dress me يعني. so that was it. كل بقى معلومات القطع اللي انا جبتها النهارده هتلاقوها تحت في صندوق الوصف، يعني عشان لو انتم مثلا عجبكم الطب الفلاني او البنطلون الفلاني هتلاقوهم كلهم تحت في صندوق الوصف. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك كومنت وشير وسبسكرايب اكيد طبعا للقناه بتاعتي لو انتم كنتوش لسه عاملين لها سبسكرايب، وما تنسوش تقولولي تحت في الكومنت انهي اوتفيت عجبكم اكتر. باي.